السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم طاجين نتاع الحوت الطريقة نتاعي إن شاء الله بحول الله. دابا غادي نخليكم على المقادير. هذا السمك ديال الصول منقي صوب ناضي، به غادي نحضر ان شاء الله اليوم الطاجين. عندي هنايا واحد ثلاثه ديال المطيشات، اما المهم ملي كتنقي اما تحكها واما تقطعها طريفات. عندي هنا شويه ديال العطريه ديال الحوت خاصه بالحوت، كاين العطريه هنايا، كمون، فلفله حمراء، الملح، الخرقوم، ثومه بودر والابزار، وشويه ديال القزبر يكون مقطع مزيان. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نخليكم مع الطريقه كيفاش غادي نحضر. غادي نشد هاد العطريه وهادشي غادي نخليه مع جانب، والقزبر غادي نهزي غير هاد العطريه اللي خاصه بالحوت، غادي نشرمل بها هاد الحوت هذا باش يتشرب لنا شويه ديال هاد العطريه. وهذا راه دغيا كيطيب في غليه وحده كيطيب. كتشرم مزيان، كتدخل فيها الشرموله، كتخلي واحد ربع ساعه ولا حيت هو راه دغيا كتدخل فيه الشرموله. بهذه الطريقه هكا كتخليوه على جانب. دابا غادي نخليكم مع الطريقه ديال لاصوص، لان غادي ندير هاد الحوت مع الطاجين مع البطاطا. غادي نخليكم دابا ان شاء الله بحول الله مع الطريقه. غادي نخليو شويه الحوت يتشرب واحد ربع ساعه ونوريكم الطريقه كيفاش غادي نحضر لاصوص. قطعت مطيشه ها هي الان خويتها، في ملي قطعتها نص حكيتو نص قطعتو ودرتو في الطاجين هنا. دابا كنشد ديك العطريه كلها مع الثومه بودر وهاد القوام كله ديال العطريه كنفرغو في الطاجين. وداك القزبر حتى هو غادي نفرغوه هنايا مع هاد لاصوص. وغادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت بلديه. دابا غادي نديرهم يتشحروا على ما نقي البطاطا. نضعها على النار وكنخلي هذا الشيء يتشحر شويه. غادي نشد البطاطا ملي نقيتها، غادي نقطعها دوائر هكا. هاد الشكل دابا غادي نضيفها على داك لاصوص اللي طيب. دابا هاد الشيء اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نخليها طيب واحد الشويه ندخلها الطياب، عاد نضيف عليها الحوت. دابا غادي نغطي على هذيك البطاطا باش تطيب مع داك لاصوص. واحد 10 دقائق ونفتحو عليها البطاطا دغيا كطيب.
دابا الان غادي نعريو هاد البطاطا، راه دخلها شويه الطياب بهذا الشكل. غادي نكحوزو شي شويه شي بطاطس، نشوف واش لاصق ولا لا، معرفش لاصق. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نحط السمك. بهذه الطريقه هكا راه تشرب شرموله. غادي نحاول شي حبه ديال البطاطا باش كندير لهم هكا. غادي نجيب عندي واحد شويه ديال الزيتون المشرمل، غادي نحاول نديرو غير هكا من الفوق نشكل بيه الطاجين. حتى هو كيعطي واحد النكهة زوين، ما كنزيدو لا ما لا حتى حاجه، كنخليه منه في هكا كيطيب لاصوص ديالو وكنغطي عليه. عفوا ما قلتلكمش غادي نضيف واحد طريف الليمون مصير، كنقسمو على جوج وكنحطو هكا من الفوق، حتى هو كيعطي اللذة ديالو زوينه. دابا الان ها هو طاب الطاجين ان شاء الله بحول الله، كنقدمو بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد. نقدمو الطبق بالصحه والراحه.